الشمس في نبضة فادي وطن الحبيب صباح الخير أعرفك بالهمس يا نفحة بلادي وطني الحبيب صباح الخير وطني الحبيب صباح الخير يا قطر يا شمس يا نبضة فادي بالعلن والهمس أحبك يا بالهم يا نبضة الفادي وطني الحبيب صباح الخير مع شروق الشمس تغريدة الشادي وطني الحبيب صباح الخير بالحواس الخمس بالحواس الخمس في نبضة فادي وطني الحبيب صباح الخير أعرفك بالهمس يا نبضة فادي وطني الحبيب صباح الخير بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومشاهدينا الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وطني الحبيب صباح الخير، اللي من خلالها يتجدد اللقاء معاكم بعد فترة من التوقف خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، ونقول لكم كل عام وانتم بألف خير. إذن نجدد الترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة المتجددة عبر الأثير وأيضا عبر شاشة تلفزيون قطر، والتي يسعدنا من خلالها بالتأكيد التواصل معكم من خلال الاتصالات، وكما نقدم لكم كما هو معتاد العديد من الفقرات التي بإذن الله ستنال على اهتمامكم وإعجابكم ومتابعتكم بإذن الله تعالى. في بداية هذه الحلقة نوجه الشكر لكل الكوادر الذين كانوا على رأس أعمالهم خلال فترة العيد. وأيضا عودة حميدة لطلابنا لاستكمال العام الدراسي الذي شارف على الانتهاء، نتمنى لكل طلابنا التوفيق بإذن الله تعالى. وطني الحبيب صباح الخير.
وطني الحبيب صباح الخير. حالة الطقس. يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة قطر ومشاهدينا عبر شاشة تلفزيون قطر، وعلى بركة الله نبدأ معكم مشوار الصباح وبرنامج وطن الحبيب صباح الخير مع فقرات الصباح الأولى. البداية دائما مع حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم، يطلعنا عليها المتنبئ الجوي سعود المري من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. أخوي سعود صباح الخير وكل عام وانت بألف خير. يا مرحبا، صباح النور والسعادة، وانتم بخير وصحة وسلامة والمسلمين أجمعين إن شاء الله. آمين يا رب. نتعرف منك على حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، وإذا كانت هناك أي تحذيرات تطلعنا عليها، وأيضا على السادة المستمعين والمشاهدين. بإذن الله، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لا يوجد هناك أي تحذيرات بالنسبة لهذا اليوم، والطقس من شئة الله يكون حار نهارا، والرياح شمالية غربية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة. بالنسبة لارتفاعات الأمواج لهذا اليوم من قدم إلى قدمين على السواحل، تصل إلى 4 أقدام أحيانا في عرض البحر. أعلى درجة حرارة متوقعة نهار هذا اليوم على مدينة الدوحة 44 درجة مئوية. أما بالنسبة لحالة الطقس اليوم الغد، يستمر الاستقرار ولا يوجد هناك أي تحذيرات بإذن الله، والطقس يكون حار نهارا مع غبار خفيف أحيانا ومعتدل ليلا، والرياح تكون أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة أحيانا فترة الظهيرة، والبحر يكون خفيف إلى معتدل الموج أحيانا. هذا والله وحده أعلم، مع تحيات مكتب التنبؤات التحليل الجوية بدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. نعم يعطيك العافية، والأهم أنه لا يوجد تحذيرات ولله الحمد. شكرا جزيلا لك المتنبئ الجوي سعود المري من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، يعطيك العافية. وطني الحبيب صباح الخير. حركة السير. ومن حالة الطقس نتعرف معكم مستمعينا ومشاهدين الكرام على حركة السير أيضا في طرقنا المختلفة، يطلعنا عليها الملازم أول أحمد علي الكواري ضابط التحكم المروري بمركز القيادة الوطني. الملازم أول أحمد صباح الخير وكل عام وانت بخير. صباح النور وكل صحة وسلامة. يا هلا يا مرحبا، نتعرف منك على مستجدات حركة السير في هذه الأثناء. بسم الله الرحمن الرحيم، على ما شاهد من الكاميرات المراقبة المرورية، بالنسبة للخط الأمامي للكرنيش بتكون الحركة بداية وقت الذروة اللي هم الساعة 6:30 إلى 7 كان فيه كثافة سيارات على الكرنيش بشكل عام. بالنسبة للخط الثاني للكرنيش بيكون فيه ازدحام حاليا على إشارات برزان المسار القادم من إشارات المها، نظرا لوجود أعمال صيانة على نفس الإشارة المذكورة، والازدحام تقريبا من بداية الذروة لحد الآن بدأ يخف ودوريات المرور موجودة في المكان. عندنا بعد الدائري الثالث اليوم الحركة بتكون عليه انسيابية، أيضا الدائري الرابع الحركة انسيابية، بخصوص التقاطعات الرئيسية في مدينة الرياض بتكون الحركة عليها طبيعية. أما بخصوص طريق سلوى الحركة أيضا بتكون عليها طبيعية، فقط بداية وقت الذروة شهد دوار مدماك الزحام على المسار القادم من طريق سلوى متحرك باتجاه 22. بخصوص الصناعية بتكون الحركة انسيابية على مداخل الصناعية، فقط في كثافة سيارات حاليا نشاهدها على تقاطع شارع 15، وبخصوص ايضا 22 فبراير بتكون الحركة عليه طبيعية. هذا ونتمنى السلامة ونتمنى التزام سائقين الطريق سائقين المركبات بقوانين المرور، ايضا التزام بالإجراءات الاحترازية اثناء القيادة. نعم نتمنى السلامة للجميع ان شاء الله، مع تحيات الإدارة العامة للمرور. يعطيك ألف عافية الملازم أول أحمد علي الكواري ضابط التحكم المروري بمركز القيادة الوطني، شكرا جزيلا لك، ونتمنى السلامة للجميع أينما كانت وجهتهم، قل لهم درب السلامة. وطني الحبيب صباح الخير. أسعار الأسماك والخضار. نجدد الترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأيضا ننتقل مباشرة لزميلنا خليفة رماحي الموجود اليوم في سوق السيلية المركزي اللي يطلعنا على أسعار الخضار والفواكه. خليفة صباح الخير وكل عام وانت بخير. صباح الخير طبعا زميلة ليلى، وكل عام وانت بخير، وجميع الزملاء أيضا في إذاعتنا الحبيبة إذاعة قطر، وزملائنا في تلفزيون قطر، أيضا مشاهدينا أينما كانوا ومتابعينا من خلال برنامج وطن الحبيب صباح الخير. وعدنا لكم طبعا بعد رمضان الكريم وهذا الشهر الكريم وإجازة عيد الفطر السعيد، ونلاحظ اليوم السوق شوي انتعش،
في طبعا السلية، لكن قبل لا نبتدي لابدنا نصبح على امهاتنا وابهاتنا ونقول لهم كل عام وانتم طيبين وعساكم على القوة والله يعطيكم الصحة وطولة العمر. احنا اليوم متواجدين في سوق السلية المركزي بالتحديد في قسم الكيلو او المفرق او التجزئة. خلونا نشوف هذا المحل ونشوف بعض الاسعار اللي عنده وبعض الانواع من الفواكه. تعالي هني شوي، تعالي. كيف حالك؟ زين تمام؟ لا. موز ملوين؟ موز فلبيني. فلبيني على كم الكيلو؟ 5 ريال. 5 ريال. زين هذا كرتون صغير على كم؟ هذا 18. كم كيلو فيه؟ هاي 3 كيلو ونص. فلبيني بعد؟ فلبيني بعد. فلبيني اللي يبي بالكيلو ممكن ياخذ، واللي يبي بالكرتون الصغير ايضا ممكن ياخذ. زين تفاح ملوين؟ من الاسباني. اسباني على كم؟ 7 ريال. 7 ريال. والاصفر على كم؟ هذا 7 ريال. اسباني بعد؟ ايوه بعد اسباني. والسكري؟ هاي سكري 7 ريال. 7 ريال. اسباني بعد؟ ايوه اسباني. اسباني. والاخضر؟ هذا من الاسباني. اسباني. وكم الكيلو؟ 7 ريال. 7 ريال. اذا كل كيلو ب 7 ريال بالنسبه للتفاح. خلونا نشوف سنطره مالوين او برتقال. ملتقى المل الافريقي. افريقي على كم؟ 4 ريال كيلو. هذه حبه صغيره. والحبه الكبيره مالوين؟ هذا من التركي. تركي. 5 ريال. اي احلى، الافريقي ولا التركي؟ لا هذا احسن، زين طعم زين هذا. التركي. تركي. التركي يقول طعمه حلو. تشيكو ملوين؟ كيوي ملوين. كيوي ملي يوناني. يوناني على كم؟ 9 ريال كيلو. 9 ريال كمترة؟ كمترة 6.5. ملوين؟ مال افريقي. ملوين؟ افريقي. افريقي، زين. افوكادو؟ افوكادو من اوغندا. اوغندا، اوغندا افريقي بعد على كم؟ هاي 11. 11. غوجا على كم؟ غوجا 18. 18 على كم؟ 18. 18 ملوين؟ استراليا. استراليا. وهذه اللي بدون فرو؟ هذه مال 20 ريال. 20؟ ايوه. مال وين؟ مال استراليا. استراليا. وهذا؟ دراك مال استراليا. استراليا بعد؟ ايوه. على كم؟ 20. 20 يقول. خلونا نشوف هذه الانواع كمتر صغير مال وين؟ هذا مال تشيلي. تشيلي؟ تشيلي ايوه. تشيلي يقول على كم؟ 10 ريال. 10 ريال صحن صغير اكيد. خلونا نشوف البلاك بيري وايضا البلو بيري والفراوله على كم؟ هذه يمكن دائما اسعارها تكون غاليه شوي على كم؟ 18. 18 تقريبا 100 جرام. هذا شكل يجي هذا تقريبا يقول هو يجي هالشكل. هذا 15. هذا 15. مال وين قلت لي؟ مال امريكي. امريكي. امريكي يقول هذه امريكي. فراوله مال وين؟ مال اردني. اردني؟ ايوه. على كم؟ هاي 7.5. 7.5. خلونا نشوف هذه الانواع. يمكن انا يعني سامحنا مستمعنا ومتابعنا من خلال شاشة تلفزيون قطر بعض الأنواع يمكن تضيع عندي الأسماء، لكن خلونا نشوف هو شو بيقول وأسعارهم. هذا من ليتشي. ليتشي هاي 23. 23 صحن صغير. هذه رامبوتين. رامبوتان 20. رامبوتان 20. 20 ايوه. ملوين؟ مال تايلاندي. تايلاندي. وهذا شو اسمه؟ هذا لونغان. لونغان على كم؟ هاي 18. 18. زين هذا؟ هذا مانغوستين. مانغوستين على كم؟ 20 ريال. 20. وهذا؟ هذا 10 ريال باكت. شو اسمه؟ من لوس جنارك. جنارك يقول اسمه. من ياكله هذا؟ هذه لبنان نفر اكله. يقول لي قبل الهوى يقول لي هذه، يقول لي هذه ياكلونها اللبنانيين، يعني حتى جاليات اخرى ما يقول ما حد ياخذه. يعني اذا هذه حق لبنانيين يمكن. حلو ولا شنو؟ حامض. 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 زين هذا شنو؟ غوجة. غوجة نفس هذا. نفس هذا. نفس هذا يقول. زين عنب ملوين. عنب الهندي. هندي على كم؟ 7.5. 7.5. مشروم على كم؟ مشروم 5 ريال. 5 ريال. ايوه. ملوين من الدوحة. مال الدوحة. بطيخ على كم؟ مال ايراني. شمام ايراني على كم؟ 4.5. 4.5 الكيلو. الجح على كم؟ ريال النص. ايراني. ريال النص. ايراني. ايراني. رمان ما عندك؟ رمان فيه. مال وين؟ مال الهندي. هندي على كم؟ 25. 25 يقول. 25. اناناس على كم؟ مال 10 ريال كيلو. 10 ريال كيلو. هندي. هندي. بوبايا. هندي. على كم؟ 10 ريال. 10 ريال بالنسبة للبوبايا. خلونا نكمل بعض الأنواع هذه اللي أنا صراحة ما أعرفها. هذا تشيكو. تشيكو على كم؟ تشيكو هذا 15. مال وين؟ مال الهندي. هندي؟ أيوه. هندي يقول. هذا النوع. هذا مال تايلاندي. شو اسمه هذا؟ مال بناس. فناس؟ اي فناس يقول اسمه. انا صراحه يعني اشياء هذه يمكن مقشرتي. جاك فروت. حلو؟ حلو هذا. حلو يقول حلو. وهذا؟ هذا من اللبناني. لبناني. هاي شنو غوجه؟ لا مشمش. مشمش على كم؟ هاي 8. 8 ريال. كرز ما في في السوق؟ ما اول الوقت هذا. اول الوقت؟ ايوه. اول وقت يقول صغار على كم؟ هذا 10 ريال. 10 ريال. هذا النوع بعد شو اسمه هذا بعد؟
لوز. لللوز. أيوة. أيوة. يعني مو بس مثل هذاك، هذاك شوية جنارك اسمه، لكن هذا لوز. بعد هذا من يأكل؟ هذا لبناني بركل، هذا لبنانيين. يقول بعد لبنانيين يأكلونه أكثر، عليهم بالصحة والعافية. موجود في 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 سوق السلية المركزي برتقال. برتقال لبناني. لبناني على كم؟ 23. 23. تفاح لبناني عندك؟ لا ما في. ما عندك. هاي تقريبا عندك مانجا عندك؟ أيوة مانجا فيه. مال وين؟ مال هندي. هندي؟ بدامي. كم بدامي؟ يعني أحلى شيء البدامي، يقولون أحلى شيء البدامي. على كم الصندوق؟ 44. 44. كم كيلو فيه تقريبا؟ تقريبا 4 كيلو. 4 كيلوات، يعني الكيلو تقريبا بعشر. مشكور، خلوني أنتقل حق مشكور، خلوني أنتظر حق الخضار. أنا ودي أنتقل حتى قبل لا نرجع للزملاء في الاستديو، خلوني ننتقل للخضار. تعالي هنا الله يخليك. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ هذا ارفع لي الكرتون هذا شوي، ارفعه، ارفع الكاميرا خلينا نشوف. هذا مال الدوحة؟ مال الدوحة. أنا من الصندوق صراحة عرفته، شمندر مال الدوحة. ترى طيب شمندر الدوحة، يعني حتى سكري طعمه حلو. ناس يسوونه سلطات، ناس يسوونه أشار، ناس يسوونه كل شيء يقدرون يسوونه. والصندوق يعني مليان، يمكن 4 كيلو 5 كيلو فيه. على كم؟ 12 بس. 12 10 يمشي؟ 10 يمشي. 10 ان شاء الله يمشي. 10 تقريبا 5 4 كيلو فيه؟ 4 كيلو فوق يعني فوق ال 4 كيلو ب 10 ريال يقول يمشي. كوسه مال وين؟ كوسه مال دوحه. مال الدوحه بعد على كم؟ حلوه والله، طيبه ما شاء الله. هاي 30 ريال. طيبة طيبة طيبة. أنا خلوني بس أرفع حق المشاهد الكريم ويشوف إنتاج الدوحة. حق المحاشي يمكن هذا الحجم وايد زين. كم قلت للصندوق؟ هاي حراج 30 ريال. الحراج 30 اليوم شوي غالي، لكن صندوق عود ومتروس تقريبا يمكن 8 كيلو. ما يجي 8 بس 6 كيلو. 6 كيلو؟ 6 كيلو تقريبا. وهذا النوع؟ هاي 15. 15 كم كيلو؟ هاي 5 كيلو. 4 كيلو. خلنا نشوف الطماط. الطماط دائما مهم، والطماط اعتقد ما زالت اسعاره يعني زينه، لا وسط نقول بالنسبه للاسعار اللي مضت قبل شهرين. اكيد ان السعر زين، ما زال زين. على كم هذا الصندوق؟ صندوق كبير. هي 14 ريال. اخر 13 يمشي. 13 يقول كم كيلو فيه؟ 6 كيلو. 6 كيلوات. وهذا الكرتون؟ كرتون هاي 8 ريال. كم كيلو؟ تقريبا 4 كيلو فوق. 4 كيلو زين. خلينا نشوف اللومي مال وين؟ لومي مال ايراني. بقى ايراني على كم؟ 18 ريال. 15. كلمني عن الشبت، الجلجلان، الجرجير على كم؟ هاي بقدونس مال ايراني كيلو 10 ريال، جلجلان 10 ريال كيلو، يعني جرجير كيلو 3 ريال، شبت 5 ريال. 5 ريال ربطه؟ الكيلو كيلو. الكيلو، الكيلو 5 ريال. نعناع؟ نعناع كيلو 7 ريال. 7 ريال. خس بس ما عندك غير هذا؟ خس شوي بعد يجيبه. يقول لحن ياي. خلنا نشوف كم قلت لي الخس؟ بس 4 ريال كيلو. 4 ريال كيلو. 4 الكيلو زين. وهذا المدور؟ بس مدور هاي 15 ريال. 4 هذا 15. فلفل نصر؟ فلفل مال ايراني 10 ريال. 10 ريال. الصندوق؟ صندوق. الصندوق. الزهرة؟ زهرة شوي غالي هاي 18 ريال الصندوق. كم؟ صندوق 18. 18 شوية غالي اليوم. الفلفل هذا مال السلطة، الفلفل حلو عليك. ايوه مال دوها 12 ريال. 12 ريال؟ 10 يمشي؟ لا 15 هي 12 ما يمشي. يقول 12. الجزر؟ الجزر ايراني 12. 12. الكوسه هذه؟ كوسه هي مال ايراني. بقى ايراني على كم؟ هي 15 ريال. الصندوق كم؟ 15. 15 طبعا. يعني قلنا شفنا القطري. نقول لومي مال وين؟ لومي مال فيتنام. على كم؟ كيلو 7 ريال. 7 ريال؟ 6 ريال يمشي؟ لا غالي بقى ما يمشي. نقول زنجبيل؟ زنجبيل مال تشيني بقى. صيني؟ أيه. على كم؟ كيلو 7.5. كم؟ 7.5 كيلو. 7.5. وخلونا نشوف البروكلي بشكل سريع. البروكلي على كم؟ مال هولندي بعد. على كم؟ كيلو 18. 18 خيار؟ خيار 10 ريال مال دوحة. 10 ريال. باذنجان؟ باذنجان 15 ريال مال دوحة. 15. قول لي بس خيشة البصل كم وخيشة العلولم على كم؟ علولم 8 ريال. بصل مال هندي 12 ريال 8 كيلو. خيشة كبير كم؟ كبير فيه 24 ريال. 24؟ 15 كيلو. 15 كيلو. مشكور مشكور. اذا يعني شفنا اسعار الفواكه وشفنا اسعار الخضار، اعتقد ان الاسعار يعني مناسبه جدا، بالاضافه الى ان هناك سطحه المنتج القطري او صاله المنتج القطري هناك ايضا الاسعار مقاربه لهذه الاسعار. اذا نقول مستقر الاسعار. لو تكلمنا عن الكيلو، هناك ايضا في سوق السيليه المركزي للخضار والفواكه قسم للسعر الجمله ممكن تاخذ منه.
دائما نقول احنا في نهايه نقلنا وعلى الهواء مباشره من السوق المركزي بالسليه، سامحونا على قصور بذر منا، والان عوده الى الزملاء في اذاعتنا واستديوهات تلفزيون قطر. ما منك قصور زميلنا خليفه رماحي، يعطيك الف عافيه، كفيت ووفيت من خلال اطلاعنا على الاصناف والانواع من الخضروات والفواكه بالاضافه الى اسعارها طبعا من سوق السليه المركزي، كنت معانا فشكرا جزيلا لك. ومستمعينا ومشاهدينا الكرام، نتواصل معكم مع فقرات الصباح الأولى ومباشرة لزميلنا محمد السندي وفقرة جرايدنا التي من خلالها يطلعنا على أهم وأبرز عناوين وأخبار الصحف المحلية لهذا اليوم. محمد صباح الخير وكل عام وانت بخير. صبحك الله بالنور زميلتي ليلى، صبح عليك وعلى مستمعينا ومشاهدينا الكرام، كل عام وانت بخير وحياكم الله في هذه الإطلالة اليومية للتعرف على أهم وأبرز وأبرز ما جاء في صحفنا المحلية. جرائدنا. نبدأه معكم من جريدة الشرق، وفي خبر تحت عنوان 15 طالبا في كل صف دراسي لأداء الاختبارات ولجان خاصة للمرضى وحالات الاشتباه. حيث تعمل إدارات المدارس عقب العودة من إجازة عيد الفطر على الاستعداد لتقديم الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2021-2022 ومراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بالتدابير الاحترازية، كما ستطبق المدارس إرشادات إدارة الصحة والسلامة بوزارة التعليم والتعليم العالي التي تم تطبيقها في اختبارات الفصل الدراسي الأول، وهي كالتالي: توزيع الطلبة على اللجان والفصول والقاعات بما يضمن العدد المحدد من وزارة التعليم كحد أقصى 15 طالب في كل صف دراسي لأداء الاختبارات، كما تم تخصيص قاعات خاصة للطلبة الذين يعانون من أمراض مزمنة وقاعات خاصة للعزل وحالات الاشتباه، وتخصيص قاعات للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وفق الترتيبات والتسهيلات المعتمدة على النظام. ومن الشرق أيضا، تطبيق كهرباء يفوز بالمركز الأول في مسابقة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021. حيث فاز تطبيق الهاتف المحمول من كهرباء قسم الموظفين بالمركز الأول عن الفئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التوظيف الإلكتروني، وذلك ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021. ومن الشرق إلى الراية، تسهيلات لطلبة الدمج خلال اختبارات نهاية العام. حيث أنهت المدارس الحكومية التي تضم مراكز للدمج والمدارس التخصصية لذوي الاحتياجات الخاصة المنضوية تحت إشراف وزارة التعليم والتعليم العالي كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال طلبة الدعم التعليمي الإضافي لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من 24 من مايو الجاري وحتى 12 من يونيو المقبل. في الراية كذلك، منذ صدور قرار انتهاء موسم التخييم 2021 في 21 مايو الجاري 2500 كابينة استقبلها مجمع مواقف سيلين. حيث كشف السيد صالح الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة عن استقبال مجمع مواقف الكباين في منطقة سيلين 2500 كابينة منذ صدور قرار انتهاء موسم التخييم 2020-2021 يوم الجمعة، لافتا إلى أنه سيتم منح المخيمين مهلة 48 ساعة لرفع المخلفات من موقع التخييم، ولن يتم تحرير مخالفات خلالها ليتسنى لهم تنظيف الموقع. وإلى صحيفة العرب، إعادة تشكيل المجلس الطلابي المنتخب في جامعة قطر. حيث أعلن المجلس التمثيلي الطلابي في جامعة قطر عن إعادة تشكيل الهيئة الإدارية للمجلس المنتخب في دورته السابعة بعد حدوث بعض التغييرات في المجالس التمثيلية للكليات. ويعتبر المجلس التمثيلي الطلابي تأكيداً على أهمية مشاركة الطلبة في مسؤولية تحقيق أهداف جامعة قطر التربوية.
ونبقى في العرب، القطري للمؤلفين يطلق فعاليات متنوعة احتفاء بيوم التنوع الثقافي. حيث يحتفي الملتقى القطري للمؤلفين باليوم العالمي للتنوع الثقافي الذي يوافق 21 من مايو من كل عام عبر عدد من الفعاليات الثقافية التي تظهر أهداف التنوع الثقافي. ويأتي الاحتفاء بهذه المناسبة العالمية هذا العام ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021، ويتضمن عددا من الفعاليات أبرزها ندوة يقيمها الملتقى مساء اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان الكتابة والتأليف سفراء الثقافة لتعزيز التنوع الثقافي. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، هذا ما كان لدينا في فقرة جرائدنا لليوم، ولقراءة المزيد من الأخبار وتفاصيلها يمكنكم الاطلاع عليها من خلال صحفنا المحلية الأربع الشرق والوطن والعرب والرأي في نسختيها الورقية والإلكترونية. والآن عودة للزميلة ليلى في الاستوديو. يعطيك ألف عافية زميلة محمد السندي، طلعتنا على أخبار منوعة ومميزة من صحفنا المحلية لهذا اليوم. ومستمعينا عبر أثير إذاعة قطر ومشاهدينا عبر شاشة تلفزيون قطر، التواصل معكم بإذن الله يستمر حتى 9:30 في برنامجكم وطني الحبيب صباح الخير. Yeah.
هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة قطر ومشاهدينا عبر شاشة تلفزيون قطر. معكم في برنامج وطن الحبيب صباح الخير حتى 9:30 بإذن الله، وبعد لحظات سوف نستقبل مداخلاتكم الهاتفية وأيضا نستقبل رسائلكم النصية القصيرة ورسائل الواتساب. عندنا خدمة واتساب البرنامج على الرقم 333-099-33. أيضا ذكر بالرسائل النصية القصيرة 92666 والهاتف 44-344-344. نرحب أكيد ملاحظاتكم مداخلاتكم ورسائلكم النصية القصيرة. إذا كانت الملاحظة تحتاج إلى شرح أكثر نتمنى تواصل من خلال المكالمات الهاتفية أو من خلال واتساب البرنامج، لأن دائما يعني رسائل النصية القصيرة يكون فيها الشرح محدود، مجرد ما نطول الشرح فيها تكون الرسالة مقطوعة، فعلى أساس أن تكون واضحة ونوصلها أيضا للجهات المعنية بكل وضوح وبكل التفاصيل. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام نستقبل أولى المداخلات في حلقة اليوم. معانا أبو خليفة. أبو خليفة صباح الخير. صباح النور. مرحبا أختي. الله يحييك. يا هلا ويا مرحبا يا أبو خليفة. من العادي طيبين إن شاء الله يا رب. الله يسلمك. رسالة الغنية. مشكلتنا حل مع الصرف الصحي. نعم. بسبب حفريات تعطل في الشغل يعني، فعندنا الصرف الصحي تطفح يعني. في وين المشكلة. أي منطقة يا أبو خليفة؟ في مريخ. مريخ. وقد تكلمت من قبل ورحت لهم بلية الريان وقالوا لي بنعطيك في الأسبوع مرتين، ولكن كل ما تتصل على رقمهم 184 الرقم الساخن يقول لك تكنسل الطلب لك في الأسبوع مرة، وجو مهندسين من أشغال ومهندسين من البلدية، ولكن شو نسوي؟ نعاني نجيب دناكر على حسابنا أوقات يعني. نعم أتذكر مداخلتك بخليفة كانت قبل توقف صحيح. شهر رمضان وكان في رد، ما أدري إذا استمعت للرد من قبلهم. وقال حلينا المشكلة ولكن ما نقدر نقول شيء، خلنا ساكتي. نعم بخليفة قلت لي هم يجونكم في الأسبوع مرة، ما يكفي في الأسبوع مرة. ما ينفع، ما يكفي. وجاني المهندسين وشافوا وقالوا في الأسبوع مرتين، ولكن حطوا جاب أنا اتصل خلاص أنتم تعالوا يعني في الأسبوع مرتين، ولكن ما في فائدة. تتصل 184 اليوم بكرة يقول لك تكنسل الطلب، سحبين لك إحنا قبل 4 أيام لك في الأسبوع مرة، ما يصير هذا يعني. إحنا نعم. نعاني من المشكلة من الحفريات ترى موس. طيب أبو خليفة يعني مثل ما ذكرت أنه دائما يتم التواصل معهم على الخط الساخن 184، لكن يتم إلغاء الطلب على أساس أنهم يعني جوك قبل 4 أيام، لكن ما تكفي يعني لازم منه كل كم يوم. أي نعم. نعم. ما تكفي نعم. حنا نطالب أنه يجونا في الأسبوع مرتين على كلامهم من قبل، أنه في الأسبوع مرتين نجيك يعني على كلامهم المهندسين مالهم مال البلدية وأشغال جو وهذا، وقالوا في الأسبوع مرتين ولكن ما في فائدة. نعم. أنا نعاني نجيب أوقات عندنا تطفح العصر نزيل المجاري نجيب دنكر على حسابنا يمكن في الأسبوع مرة أو مرتين أوقات تتكلم تقول تكنسل الطلب نصير نسوي لك طلب سريع نسوي لك مجرد ولكن ما في فائدة. يعني هم رافضين أن يجون أكثر من مرة في الأسبوع مرتين؟ طلبتوا منهم هالشيء؟ ما أعرف، أنا ما أعرف عنهم. الطلب مرفوض لما أتصل طلب أمس أنا مسوي طلب وقال لي إن شاء الله ولا حد الآن ما جو. سويت لهم أنا يوم الأربعاء العيد وهذا، وطبحت يوم الجمعة ثاني يوم العيد أبدوا جايبين دنكر على حسابنا هذا، وجونا يوم السبت. نعم. وكلمناهم أمس ما يجون على مزاجهم يعني. طيب أبو خليفة من زمان تعانون من هالمشكلة في مريخ؟ والله لنا سنتين يا أبود من 2019 على سبب الحفريات الصرف الصحي، الحفريات اللي صفوا الصرف الصحي يعني. نعم خير إن شاء الله أبو خليفة. إن شاء الله. هذا انت يعني تطرح الموضوع لثاني مره وان شاء الله ايضا احنا نطرحه. هاي ثالث مره مو ثاني مره هاي ثالث مره.
ان شاء الله يتم حل الموضوع، حل يعني جذري لهذا الموضوع يا ابو خليفه، يعطيك العافيه. ومن الاخوان في وزاره البلديه والبيئه حول موضوع ابو خليفه ذكر تحديدا دائما يتواصل مع بلديه الريان، يتواصل معهم على الخط الساخن 184، وكان طالب منا يعني يكون التواجد في الاسبوع اكثر من مره، على الاقل مرتين، لان مره واحده ما تكفي، ظاهر المشكله عندهم فعلا تتطلب انه يكون في حل لهذا الموضوع، وايضا يعني يكون في تواجد اكثر من مره في الاسبوع. فكان عندنا رد من الأخوة في وزارة البلدية والبيئة قبل الشهر الفضيل، وأبو خليفة كان مطلع على هذا الرد واستمع لهذا الرد، ولكن مثل ما ذكر أن الوضع بحاجة إلى أن يكونوا موجودين أكثر مرة في الأسبوع، وإن شاء الله يتم الحل بشكل نهائي. إذا كان أيضا الأخوان في هيئة الأشغال العامة أشغال مثل ما ذكر أبو خليفة أن أيضا لهم دور في هذا الموضوع، إن شاء الله يتم حل الموضوع بشكل نهائي، لأن معاناتهم من سنتين حتى هذه اللحظة يعانون من هذه المشكلة. فمنا للأخوان في وزارة البلدية والبيئة حول هذا الموضوع، وإن شاء الله يا أبو خليفة راح يتواصلون معك بإذن الله تعالى بعد البرنامج ويحلون لك هذه المشكلة. وعموما يعني نذكر دائما أن هناك أرقام ساخنة لمختلف الجهات، سواء الأخوة في وزارة البلدية والبيئة رقم 184، ما تحضرني الأرقام الثانية الخاصة بالجهات الأخرى، عندنا الأخوة في كهرماء، الأخوة في أريدو، الأخوة في أشغال، حتى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يمكن قبل الشهر الفضيل كان عندنا الأستاذ عبد العزيز حسن، يعني كان هناك لقاء مطول حول موضوع التوظيف ومنصة كوادر، ذكر أيضا أن هناك خطوط ساخنة يعني خط لمشاكل التوظيف وأيضا خط للمشاكل التقنية الموجودة على منصة كوادر. يعني في البداية أي ملاحظة أو أي شكوى أي بلاغ نكلم الجهات على خطوطهم الساخنة على هذه الأرقام التي وضعت، وبالتالي إذا لم يتم حل الموضوع يتم التواصل معنا، وإحنا بدورنا إن شاء الله ننقل صوتكم لهم، ويعني إن شاء الله يكون في استجابة سريعة لكل ما يطرح في البرنامج. بصراحة إحنا يعني نوجه تحية لكل الجهات المتعاونة معنا، لكل الجهات اللي كانت من بداية هذه الدورة متعاونة وتتجاوب بشكل سريع. هناك جهات تتواصل أول بأول حتى قبل انتهاء البرنامج يكونون معنا ويأخذون رقم الشخص، رقم المتصل، ويتصلون فيه ويحاولون يحلون مشكلته. دائما نقول إن في يعني ملاحظات قد تتطلب وقت على أساس أنه يتم مراجعتها، يتم التدقيق فيها، يتم التأكد من بعض التفاصيل الخاصة بهذه الملاحظات، وبعض الأمور يعني تكون بسيطة، يعني مثل يعني هذه الملاحظات الخاصة في البلديات، الأخوان في هيئة الأشغال العامة أشغال، مشكلة في شارع معين. يعني قبل الشهر الفضيل كنا نستقبل ردود من الأخوان في هيئة الأشغال العامة أشغال، مواضيع في يعني شارع، شكوى على حفريات على مكان معين، يتم الحل ثاني يوم. ففي أمور بسيطة ممكن حلها على وجه السرعة، ولكن بعض الأمور تحتاج إلى وقت ونقدر ذلك، لكن الأهم أن يكون في تجاوب، والأهم أن يكون في رد من قبل الجهة، والرد هذا يكون مضمونة الحل بإذن الله تعالى. معنا هذه المداخلة من أبو علي. أبو علي صباح الخير. سعد الله صباحكم. وصباحك يا أبو علي، هلا ويا مرحبا، تفضل. تحية لك أختي والأخوان القائمين على البرنامج الطيب. الله يحييك ويسلمك أختي. بس عندي شكوى وملاحظة على أريد. نعم تفضل. أختي في منطقة معيد اللوكير. نعم. طالبنا تقريبا، أنا عملت يمكن أكثر من شكوى على هالمشكلة. الإرسال هناك أختي في المنطقة سيء. نعم. الشكوى اللي يعني قدمتها عندنا في وطني الحبيب من قبل؟ لا لا لا، الشكوى هي عن طريق أريد. طيب. في ارقام شكوى يعني عندهم؟ تواصلوا معي ويعني اكثر من مره اتصلوا فيني ولكن ما في فايده، يعني يجيني مسج انه والله جاك الرقم الفلاني، واشوف الرقم اللي هو من اريده. نعم. ما في، الارسال عندنا تعبان، يعني انت عارف يعني في الفتره، فتره امتحانات وفتره دراسه. صحيح. وال يعني حتى بس احنا نطالب من اريده ونبغيهم يعني يعدلون موضوع الشبكه. نعم. حتى انك بتركب تليفون يقول لك لا والله الخدمة حاليا غير متوفرة. طيب يعني على الاقل وصل لي الارسال. طيب ما في حلول مؤقتة، في حلول بديلة مؤقتة ابو علي؟ ما حول. انا كلمتهم تواصلوا معي من قبل المشكلة هذه الحين، على اساس اني بنقل تليفون لتليفون، قالوا والله للحين. نعم. ما نقدر لان خدمة الالياف الضوئية، وحتى قال لي واحد منهم قال لي 15/5، شو من 15/5 للحين ما في اي
خبر جديد عن الخدمة هذه. نعم يعني قالوا لكم 15/5 إن شاء الله راح يحلون المشكلة هذه. ما اسمع. قالوا لكم 15/5 إن شاء الله راح يحلون هذه المشكلة. قالوا إنه يعني بيشوفون خدمة اللي هي الألياف الضوئية. نعم. ولا في فائدة. رحت اشتركت في خدمة البراد باند. يعني أقول لك يا بصراحة العبارة أريد مستفيدة أن أدفع الفواتير، ولكن أنا غير مستفيد لأن الخدمة عندي تقطع وسيئة. بعد مع البراد باند بعد نفس الشيء. مع البراد باند لأنه ما في اختل الشبكة ضعيفة. إرسال. المنطقة. هذه المشكلة الأساسية يعني موضوع الإرسال. طيب وعلي ذكرت أنا قدمت أكثر من شكوى وفي أرقام لهذه الشكاوي اللي قدمتها. إيه والله وكل ما هالمنطقة أصلاً هالمنطقة ذي كلها مصنع سوين للشكاوي هذه على أساس إنهم يقدرون الخدمة توصل. نعم. على الأقل يعني نبغي الخدمة يعني يسرعون فيها على الأقل أقل حاجة يا أخي وفر لي اللي هي خدمة الشيب هذه على أساس الإرسال تقوية الإرسال. نعم في يعني في أكثر من حل ممكن يكون حتى. الشبكة. صحيح. صحيح حتى لو حل مؤقت يا ابو علي في حلول مؤقته عند الاخوان في اريدو على الاقل ليه ما تتوفر خدمه الالياف الضوئيه يعني اخوان في اريدو والله يعني شاكرين لهم سرعه الاجابهم يعطيهم العافيه عليهم كلام بس شوي الشيء هذا تدرين الفتره دي فتره امتحانات وفيها ضغط اكيد وصار من الاساسيات يعني للامتحانات لكل شيء يا ابو علي هذه من الضروريات حاليا في كل بيت نزلت لي الفاتوره وش بستفيد من الفاتوره نزلت ما استفدت شيء نعم. الخدمة مقطعة وش استفيد أنا حين من أدفع لهم الفاتورة على الفاضي يعني طيب آخر تواصل معهم يا أبو علي متى كان والله كان تقريبا قبل العيد كنا بحول يومين تقريبا طيب شنو كان ردهم عليك ما أقول لك اتصلوا فيني جاني اتصال منهم بس جيني مسج لأن قلت لك إذا حد حتى حين لحد بغي يتصل فيك ولا حد هنا يطلع التليفون مسكر ما في شبكة هذه مشكلة قد تكون هناك مكالمات ضرورية يعني اي والله هذا ان شاء الله يا ابو علي الله يعافيك يا ابو علي وان شاء الله تنحل هذه المشكلة اللي تعانون منها في معيدر لوكيا والله انا عندي ثقة في اخواننا فريدو يعني كفى عليه ما يقصرون لكن بس نبغي السرعة يعني الوقت حرج بالنسبة للامتحانات عرفتي شلون فترة حساسة هذه بالذات للطلبة اكيد اكيد يعطيك العافية يا ابو علي وان شاء الله ملاحظتك توصل لاخوان في اريدو مثل ما تفضلت يعني الاخوان في اريدو مو مقصرين ومتجاوبين دائما ودائما يعني يكون في رد من قبلهم على كل ملاحظة تطرح في البرنامج فنتمنى مثل ما دائما يعني تسعون الى حل اي مشكلة تواجه اي عميل يعني عندكم نتمنى يعني مجموعة من العملاء في معيذر لوكير يعانون من هذه المشكلة اللي هي ضعف الارسال اكيد عندكم حلول بديلة او حلول مؤقتة على الاقل على اساس ان حتى المكالمات توصلهم يعني مثل ما ذكر أبو علي إن المكالمات توصلهم طريقة الرسائل اللي يتصل يلقى تليفون مسكر الطلبة حاليا بحاجة إلى الانترنت بحاجة لأن يكون الإرسال قوي لأن استخداماتهم حاليا يعني كلها على الانترنت صار من أساسيات الحياة وضروريات الحياة إن شاء الله يعني موضوع تقوية الشبكة عند الأخوان في معيذر لوكير إن شاء الله تكون في القريب العاجل الأخوان في أريدو مثل ما ذكرنا دائما يتواصلون معنا أتمنى تواصلكم يكون تواصل فعال ومضمون هذا التواصل والرد أنه يتم حل المشكلة في القريب العاجل بإذن الله تعالى مثل ما عودتونا دائما أنه يعني تسعون دائما لإيجاد الحل المناسب لأي مشكلة تنطرح في برنامج وطن حبيب صباح الخير أو حتى عن طريق الشكاوي اللي توصلكم يكون في بلاغات لشكاوي معينة وأرقام لهذه الشكاوي فراح يتواصلون معك إن شاء الله يا أبو علي وإن شاء الله راح تسمع الرد من قبلهم وبإذن الله تعالى يكون في حل حتى لو حل مؤقت بالذات هذه الفترة الحساسة للطلاب والطالبات الله يوفقهم إن شاء الله في اختبارات نهاية العام الدراسي عما قريب إن شاء الله راح تكون نتمنى كل التوفيق لهم بإذن الله تعالى نتمنى يعني حتى أولياء الأمورنا يشدون حيلهم مع عيالهم هذه الفترة يساعدونهم يتعاونون معاهم يهيئون لهم الأجواء الدراسية المناسبة في المنزل إن شاء الله تعدي هذه فترة الاختبارات على خير يمكن اليوم من خلال فقرة الجرائد بعد تطرقنا لموضوع الاستعدادات الخاصة للمدارس ويعني التهيئة سواء في الفصول سواء يعني كافة الإجراءات أيضا المتعلقة بالتدابير الاحترازية تخصيص قاعات للطلبة اللي يعانون من أمراض مزمنة الله يشافيهم ويعافيهم هناك قاعات خاصة للعزل تخصيص قاعات للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة يعني كل الاستعدادات ما شاء الله جارية على قدم وساق حتى
تمر هذه المرحلة وتعدي هذه المرحلة بخير وأمان، وأيضا يعني بنجاح وتفوق ودرجات عالية رغم كل الظروف. نعرف أن الطلاب والطالبات قدها إن شاء الله، وراح يتأدون هذه المرحلة بكل سهولة، وإن شاء الله يفرحون أهاليهم بالنتائج الطيبة، خاصة يعني الطلبة اللي في الشهادة الثانوية العامة اللي ينتظرون هذه يعني المرحلة المصيرية، فمرحلة جدا مهمة بالنسبة لهم. فكل التوفيق لهم إن شاء الله، وكل التوفيق لكل الطاقم، يعني سواء الطاقم التدريسي الطاقم الإداري في الجهات التعليمية، كل التوفيق لهم إن شاء الله، والتوفيق للجميع، وبالتوفيق أيضا لكل الموظفين والموظفات اليوم اللي باشروا أعمالهم. يمكن البعض يأخذ فكرة أنه لا راح نكمل الإجازة أربعة وخميس ما فرقت عليها اليومين، لا هذا دوام رسمي، نتمنى من الكل أنه يلتزم ويداوم، وإن شاء الله الكل رجع يداوم اليوم بهمة بنشاط بتفاني بالعمل بابتسامة جميلة في وجه المراجعين في وجه العملاء، العمل على تخليص المعاملات بكل سهولة ويسر، العمل على إنهاء كل معاملة، وأيضا يعني تخليص هذه الأمور بدون تعقيد وبدون أي تأخير. ما شاء الله كانت إجازة حلوة، يمكن تقريبا 10 أيام إجازة كانت حلوة، فالمفروض اليوم الكل راجع بطاقة عالية بهمة بنشاط بجد واجتهاد إن شاء الله في العمل. كل التوفيق لكل الموظفين والموظفات، وأيضا لكل الطلبة والطالبات. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، هذه وقفة قصيرة ونعود بعدها لمتابعة برنامج وطني الحبيب صباح الخير. سبينا النفايل يا قطر بكروبينا، حقك انت علينا فوق كل الجبايل، حقك انت علينا يا قطر بكروبينا، كاسبينا النفايل يا قطر بكروبينا، حقك انت علينا فوق كل الجبايل.
عودة لكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة قطر ومشاهدينا عبر شاشة تلفزيون قطر. عودة لما تبقى من برنامجكم وطني الحبيب صباح الخير. عودة لملاحظاتكم لنستقبلها عبر المداخلات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة ورسائل الواتساب. بالنسبة لي قبل ما ناخذ هذه المداخلة، بالنسبة لرسائل الواتساب كان معنا أبو خليفة اللي تكلم عن موضوع وزارة البلدية والبيئة، ويعني أجلكم الله الصرف الصحي عندهم في مريخ والمشكلة اللي يعانون منها. أبو خليفة وصلت الفيديوهات وأيضا راح بدورنا نرسلها للأخوة في وزارة البلدية والبيئة، موجودة الفيديوهات عندنا على الواتساب. وهذه دعوة أيضا للجميع اللي عنده ملاحظة حابنا يرسلها عن طريق الواتساب، حابنا يدعمها بفيديوهات بصور، بإمكانه إرسال الفيديوهات والصور، وبإحنا بدورنا أيضا راح ننقلها للجهات المعنية على أساس أن تكون يعني موضحة أكثر بهذه الصور والفيديوهات. فمن الأخوان في وزارة البلدية والبيئة وإن شاء الله راح يتواصلون معك يا أبو خليفة. نعود للمداخلات الهاتفية. أيضا معانا هذه المداخلة من بوزايد. بوزايد صباح الخير. صباح النور واسعد الله صباحكم في الخير وعساكم من عجين العيد يعطيكم العافية. يا هلا يا مرحبا بزايد، حياك الله، تفضل. الله يحييك. أنا عندي شكوى على الكهرباء. تفضل. بس بالنسبة للموظف اللي عنده البيوت دي ويفتح الصناديق وياخذ معلومات، بس يعني خلي الصناديق مفتوحة ليش؟ ما زالت هذه المشكلة يا بزايد، أتوقع طرحتها من قبل صحيح؟ طرحت من قبل بس اليوم جانا الموظف اليوم وخذ المنقذين، بس انا كنت في البيت كنت نايم، ما وعيت الخدامه قالت لنا هذا الموظف مال كرامات جاء خذ المعلومات وخلى الباب مفتوح مش مسكر باب الصندوق. نعم هذا غلط، هذا سبحان الله عندنا اطفال عند البيت جيراننا وذير يعني، ومره مره شفت الاطفال متجمعين وين على الصندوق هذي، فهي غلط هذي يعني صراحه. والله طرح يا أبو زايد الموضوع منك ومن مجموعة من يعني المتصلين معنا، طرحوا الموضوع وأتوقع كان في رد من الأخوة في كهرماء على هذا الموضوع، ويعني وجهنا الملاحظة لكهرماء أن يتم الإعاز للأخوة اللي يعني قارئي العداد، أن يتم إغلاق هذه الأبواب الخاصة بالعدادات الكهربائية. لكن ما أدري ما زالت المشكلة مستمرة مثل ما ذكرت اليوم يعني تحديدا صارت معكم. نعم أنا اليوم وبعدين شفت على الكاميرا ودي فعلا يعني صراحة ها واحد ما يسوين يعني حطوا واحد عربي مصري ولا أي حاجة، لكن واحد يسوي يعمل كذا هاي غلط هذي يعني. أيا كان يا أبو زايد المفروض أن قارئ العداد يعني يتم من قبله إغلاق الباب الخاص بالعداد. أي نعم إن شاء الله يا أبو زايد، يعطيك العافية على هذه الملاحظة اللي يعني هي أساسا في المصلحة للمصلحة العامة مثل ما ذكرت، لأن يعني هذا الموضوع قد يشكل خطورة على الأطفال على قاطني هذه المنطقة بشكل عام، يعني بيبان على الأعداد اللي تكون مفتوحة أكيد فيها خطورة كبيرة. نتمنى الأخوان في كهرماء نوجه لهم الموضوع مرة ثانية أنه يعني يكون في تواصل مع قارئي العداد على أساس أنه يسكرون الباب بعد ما يتم قراءة العداد، لأن هذه المشكلة مثل ما ذكرت كنا نستقبلها قبل الشهر الفضيل بشكل كبير من يعني رسائل نصية من رسائل واتساب مداخلات هاتفية معنا على الهواء، وايد اشتكوا على هذا الموضوع وأكدوا. يمكن البعض ذكر أن لا يعني بعض الإعدادات تحتاج إلى صيانة والأبواب فيها تحتاج إلى صيانة، لكن البعض أكد أن الموضوع عند قارئ العداد نفسه يخلي الباب مفتوح وما يسكره. فالأخوان في كهرماء إن شاء الله ينتبهون لهذا الموضوع وإن شاء الله يأخذونه باهتمام، وأيضا يعني يتم الإعاز لقارئ العداد بأن يغلق هذه الأبواب. فمنا لهم يا أبو زايد ويعطيك العافية على حرصك واهتمامك، ومثل ما ذكرنا أغلب الملاحظات يعني من باب الحرص والاهتمام من باب يعني الحفاظ على سلامة الجميع وفي مصلحة الجميع دائما مثل هذه الملاحظات. عموما ما زلنا متواصلين معاكم ومع المداخلات الهاتفية ورسائل النصية القصيرة ورسائل الواتساب، ويعني هذا التواصل إن شاء الله مستمر حتى 9:30 بإذن الله. يمكن قبل شوي كنا نتكلم عن موضوع الجهات المتعاونة مع البرنامج، ذكرنا أن كان معنا قبل رمضان السيد عبد العزيز حسن إبراهيم مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية، تكلمنا فيما يخص كوادر ومستجدات عملية التوظيف على منصة كوادر للباحثين عن عمل. إن شاء الله كل اللي تواصلوا معنا وكانت عندهم مشكلة أو عائق في موضوع التوظيف إن شاء الله أننا يعني يكون انحلت مشكلتهم، وإن شاء الله تم المتابعة من قبل أخوان في وزارة التنمية الإدارية، ونشكرهم على وجودهم معنا، وجود أحد مسؤولين معنا ويعني توضيح كثير من الأمور اللي كانت تصلنا عليها ملاحظات. عموما معنا هذه المداخلة من
بو سعود. بو سعود صباح الخير. صباح الخير. حياك الله بو سعود. يا أهلا يا مرحبا. الله يحييك. عندي ملاحظة بس على إدارة المرور. نعم. بخصوص المخالفات، خالفوني من تقريبا كم من يوم وما حد أشعرنا، يعني ما حد أشعرني إن أنا خالفت وإن هذا، وجاني المسج عقب 3 أيام. طيب شو تفاصيل المخالفة بو سعود؟ ممكن تطلعنا على تفاصيل المخالفة هذه؟ فيها شرح؟ عرقلت سير، ما في شرح، بس دشيت على الموقع وبين لنا عرقلت سير او وقوف مكان غير مخصص. فانا ما عندي مشكله على المخالفه وان هذا، بس انه ما في اشعار، يعني ما اشعرونا بالستيكر، ما اشعرونا يعني بشيء. العسكري ما اشعرني اني انا خالفتك. نعم، تواصلت معاهم؟ تواصلت معهم، قالوا المخالفة صحيحة. ما يعني أنا ما اعتراضي مش على المخالفة، اعتراضي على أنا ما حد أشعرنا، ما في استكر على السيارة، يعني خالفني، الدورية كانت وراي، يعني بإمكانه يقول لي حرك أو إنه يقول لي هذا، خالفني وجاني المسج عقبه 3 أيام، يعني مو في نفس اليوم أو في نفس الوقت إنه أشعر إنه تم مخالفتي. يعني من وجهة نظرك يا أبو سعود إن الأفضل إذا يكون في إشعار للشخص المخالف في نفس اللحظة. صحيح، انه يشعرون بنفس الوقت، ان نفس النظام القديم، يعني سابقين كانوا يحطون استيكر على السياره، اعرف نفسي ان انا خالفت، ان تم مخالفتي. نعم، فيكون الموضوع واضح يعني لي. خير ان شاء الله، واضحه ملاحظتك يا ابو سعود، ونوجهها للاخوه في اداره المرور بوزاره الداخليه. يعني ابو سعود مثل ما ذكر ما عنده اي مشكله على المخالفه، مثل ما ذكر المخالفه صحيحه من خلال تواصله مع الاخوان في اداره المرور، ولكن فقط يعني يقول النظام القديم انه كان في ملصق على السياره على اساس انه يعرف في نفس اللحظه انه ارتكب مخالفه، ما ينتظر 3 أيام بعدها يتفاجأ بهذه المخالفه. فمن الاخوان في اداره المرور حول هذا الموضوع. وأيضا في إطار الحديث عن الأخوة في إدارة المرور، أيضا قبل الشهر الفضيل كان متواصل معنا أول بأول العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور. فتحنا كثير من الملفات المرورية، استقبلنا العديد من الملاحظات على الهواء، ودائما يعني نشكرهم جزيل الشكر على تعاونهم، على وجودهم معنا، على الاهتمام بهذه الملاحظات. يعني هناك تعاون أيضا حتى في المرحلة القادمة، على استعداد دائما أن يكونون موجودين معنا، يردون على كل الملاحظات، يجاوبون مع كل الملاحظات، ويحلون أي مشكلة قدر الإمكان. أيضا يعني كثير من الملفات المرورية كانت من خلال هذه اللقاءات الموسعة، أكثر من لقاء مع الدكتور العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري كان معنا في الاستوديو، فنوجه له كل الشكر والتحية على هذا التجاوب وعلى هذا التعاون. منا للأخوة في وزارة الداخلية طبعا كل التحية والتقدير، ومثل ما ذكرنا كل الجهات المتعاونة معانا دائما، ويكون في ضيوف إذا كان في ملاحظة تتكرر أكثر من مرة أو في ملفات كثيرة على هذه الجهة يعني بحاجة إلى أن نفتحها ونتحاور فيها ونوضحها للسادة المستمعين والمشاهدين، بالتأكيد يكون هناك ضيف معانا في الاستوديو. وهذا الشيء اللي دائما يعني نسعى له، أن يكون في توضيح، يكون في ضيف معانا سواء في الاستوديو أو حتى عبر الهاتف لتوضيح بعض الأمور. يمكن قبل الشهر الفضيل في أمور معينة أو ملاحظات معينة كانت تتكرر بشكل دائم، على سبيل المثال الملاحظة اللي ذكرها أبو زايد، موضوع الأخوة في كهرباء قارئ العداد اللي يترك الباب مفتوح، باب طبعا العداد مفتوح. هذه الملاحظة استقبلنا عليها كثير من الملاحظات، يعني أو كثير من المداخلات قصدي أو الرسائل النصية. أيضا موضوع أجلكم الله الكلاب الضالة كان يعني ملف موسع، فترة طويلة يمكن قعدنا نستقبل ملاحظات حتى يعني وصلنا لمرحلة أنه يكون معانا ضيف من الأخوة في وزارة البادية والبيئة، ويعني مشكورين على هذا الموضوع، كانوا معانا ووضحوا الموضوع ويعني أطلعونا على الآلية الجديدة لحل هذه المشكلة. ولله الحمد أنه يعني أتوقع من خلال الفترة الماضية ما استقبلنا كثير من الملاحظات على هذه المشكلة، هذا دليل أن هذه الآلية الجديدة بالتأكيد يعني لها نتائج طيبة ونتائج ملموسة، ويمكن خفت هذه الظاهرة بشكل كبير. وهم مستمرين مثل ما ذكروا لنا يعني فترة قادمة الخطة هذه والآلية هذه إن شاء الله راح تكون ممتدة. وذكروا أن هناك يعني حملات راح تكون إن شاء الله أسبوعية، يكون فرز عندهم أولا بأول، فيعطيهم ألف عافية.
ودائما يعني الأخوان في وزارة البلدية والبيئة عندهم دائما يعني تفتيش دوري على مختلف المواضيع مختلف الملاحظات، سواء موضوع يعني الكلاب الضالة أجلكم الله، موضوع مثلا يعني سكن العزاب في وسط الأحياء السكنية، غيرها من الأمور. دائما في يعني حملات تفتيشية أيضا على موضوع المنشآت الغذائية في المناسبات وغيرها على مدار العام، خاصة في يعني مثل هذه المناسبات الشهر الفضيل، عيد الفطر المبارك، العيد القادم بإذن الله تعالى عيد الأضحى المبارك، الله يبلغنا وياكم وكافة المسلمين، دائما عندهم يعني حملات تفتيشية وبشكل دوري، فيعطيهم ألف عافية على كل الجهود الأخوان في وزارة البلدية والبيئة وكل الجهات أكيد اللي تبذل جهود كبيرة في خدمة المواطنين والمقيمين. أيضا تحية شكر وتقدير لكل يعني اللي كانوا على رأس عملهم في فترة العيد، من قطاع طبي، من قطاع أمني، من كل الجهات اللي كانوا يعني على رأس عملهم، يعطيهم ألف عافية، خاصة القطاع الطبي اللي دائما يعني نوجه لهم التحية والتقدير، الجيش الأبيض اللي يبذلون جهد كبير خاصة في فترة الجائحة، ويمكن فترة رمضان العيد يمكن كان الجهد مضاعف عليهم، فكل كلمات الشكر أكيد ما توفيهم حقهم. الأخوان في القطاع الأمني أيضا اللي دائما متواجدين في المناسبات في الأعياد، موجودين ليل ونهار، يعني يعطيهم العافية على كل جهودهم المبذولة والمقدرة، الله يبارك لهم في هذه الجهود، يعطيهم ألف عافية. إذن لازلنا متواصلين معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامج وطن الحبيب صباح الخير، ونذكر بأرقامنا للتواصل، الهاتف 44-344-344 وخدمة الرسائل النصية 92666 وواتساب البرنامج 333-09933. حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. يمكن فتحنا موضوع الكلاب الضالة أجلكم الله، ويعني جاتنا هذه الرسالة من أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن يقول أتمنى إيجاد حل لما نعانيه في منطقة السيلية بخصوص الكلاب الضالة أجلكم الله، والتي انتشرت بشكل كبير ومخيف وتهدد حياة الأطفال. الخطر يقول ما زالت تزداد بكثرة. ما أدري أبو عبد الرحمن تواصلت بلغت الإخوان في وزارة البلدية والبيئة أو لا، يعني بما أن عندهم حاليا حملة لهذا الموضوع، وأتوقع هذه الحملة شاملة كل المناطق وحملة موسعة، ما أدري إذا تواصلت معهم أو لا، لكن بدورنا أيضا نوصل موضوعك للإخوان في وزارة البلدية والبيئة، نتمنى التواصل معك وحل هذه المشكلة مثل ما ذكر منطقة السيلية. وأتوقع سابقا كان في أيضا ملاحظة تخص منطقة السيلية بخصوص الكلاب الضالة. عموما يعني هذه الآلية الجديدة في بدايتها إن شاء الله يعني راح تأخذ وقت أكيد، على أساس أنها تشمل كل المناطق حتى يتم يعني التخلص والانتهاء من هذا الموضوع وهذه المشكلة وحلها بشكل جذري بإذن الله تعالى. فمنا يا أبو عبد الرحمن الإخوان في وزارة البلدية، وإن شاء الله راح يتواصلون معك بعد البرنامج مباشرة. ومستمعينا ومشاهدينا الكرام أيضا وصلتنا مجموعة من الرسائل النصية ورسائل الواتساب. هذه رسالة من بمبارك يقول كل عام والجميع بخير وانت بخير وصحة وعافية. يقول هو اقتراح يعني لوزارة الأوقاف ووزارة الصحة إذا أمكن تخفيف الإجراءات المتعلقة بالمساجد وترك الأبواب مفتوحة لفترة أطول أثناء الصلاة فقط مع ارتفاع درجات الحرارة. هذه رسالة مثل ما ذكرنا من بمبارك. بمبارك يعني اقتراحك نوصل للإخوان في وزارة الصحة، الإخوان في وزارة الأوقاف، نتمنى النظر فيه
أيضا إن شاء الله إذا كان هناك مستجدات حول هذا الموضوع بالتأكيد سوف يتم إطلاعنا بهذه المستجدات. فمنا لهم حول هذا الموضوع المتعلق بالمساجد. وعموما فيما يخص الإجراءات الاحترازية والتقيد، يعني ما زلنا نأكد على موضوع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التقيد بكل التدابير الوقائية الخاصة بجائحة كورونا. الله يرفع البلاء والوباء عنا وعن جميع المسلمين يا رب، وعن يعني كافة العالم يا رب. يمكن الفترة القادمة إن شاء الله راح نشهد يمكن تخفيف نوعا ما في بعض القيود في المرحلة القادمة، مرحلة جدا مهمة، مرحلة ينتظرها الكثير، راح تكون يعني بشكل كبير لمن أخذوا الجرعات، جرعات اللقاح الخاص بكوفيد 19. فيعني مقبلين على هذه المرحلة إن شاء الله راح تكون أتوقع 28/5 إن شاء الله تكون يعني مرحلة مهمة، لكن تتطلب أيضا الالتزام من قبل الجميع. عموما نعود للاتصالات معنا هذه المداخلة. أم راكان، أم راكان صباح الخير. هلا صباح النور. حياك الله يا أم راكان، يا هلا تفضلي. بخصوص طلبي، كنت مقدمة على طلب عمل عقب ما خلصت الثانوية العامة من 4 سنين. نعم. إنزين، وقدمت عند التنمية وتم رفضي، ما كان في أسباب يعني واضحة. متى كان التقديم أم راكان؟ على النظام القديم ولا الجديد كوادر؟ كان النظام القديم، إنك تروحين يعني لحد عندهم. طيب على النظام الجديد ما قدمتي على منصة كوادر؟ إلا عقب ظليت أنا عقب ما دخلت بكلية القانون في قطر. نعم. ظليت واستمريت أقدم كل فترة أقدم عندهم، بعدين جاء التقديم الإلكتروني. طيب إيه على منصة كوادر؟ عندك طلب يعني؟ إيه عندي كل شيء يعني، وكل ما أقدم عليهم ما يرضون يعني. يترف من العمر ولا يترف من وزارة التنمية؟ إيه يعني ما يتم ترشيحك لأي جهة أو يعني عمل أي مقابلة في أي جهة؟ تم ترشيحي مرة، وعلى ما جهزت يعني إن على أساس إن الصبح أقدم عندهم، إلا جتني رسالة لم تتجاوز المقابلة. أنا أصلا ما وصلت لهم. نعم. ما مداني أتحرك وأروح لهم يعني الجهة اللي رشحوني لها، شلون تجي رسالة إني لم أتجاوز المقابلة؟ وراحت عليك الوظيفة يعني؟ وراحت، وبعد قدمت وزارة اتصالات المواصلات وحضرت المقابلة وبعد تم رفضي. طيب على أساس أنه انتهى الوقت عندنا يا مراكان، بس بشكل سريع، حاليا المؤهل الدراسي لك الثانوية العامة، ولكن قاعدة تدرسين حاليا في كلية القانون، ما كملتي؟ لا خلاص الحمد لله تخرجت 2020. طيب زين، بكالوريوس قانون، وقدمتهم بعد في التنمية وما ردوا علي نهائيا. قدمت والله تخصصك مهم يا مراكان، يعني الله يوفقك يا رب، وان شاء الله تلقين الوظيفه المناسبه. عموما من الاخوان في وزاره التنميه الاداريه والعمل والشؤون الاجتماعيه ان شاء الله يتواصلون معك يا مراكان، وان شاء الله يجدون لك الوظيفه المناسبه باذن الله تعالى. عموما مستمعينا ومشاهدينا الكرام، مع مداخله مراكان نكون وصلنا معكم لختام حلقه اليوم من برنامج وطني الحبيب صباح الخير، على امل اللقاء بكم باذن الله تعالى يوم الغد وفي نفس التوقيت. اجمل التحيات من فريق العمل الإذاعي والتلفزيوني، إلى اللقاء.